أمر وزير التربية محمد إقبال إيقاف نقل الصلاحيات إلى المحافظات، ووجه باعتماد الإجراءات الإدارية التي كان معمول بها وإعادة ربط المديريات بالوزارة. وذكر بيان صحفي للوزارة أن هذا الأمر جاء تنفيذا لقانون رقم 10 لسنة 2018، التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الذي استثنى وزارتي التربية والصحة والبيئة من نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والاختصاصات إلى المحافظات. وبحسب البيان، فإن إقبال وجه بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية لحين ورود التعليمات الجديدة من الوزارة وفق الصلاحيات التي سيتم تفويضها إلى المديريات مجدداً.